اول مره هنطلع فرحه على الطريق. زي محمد طبعا بالعربيه عشان نصور واحنا على الطريق. ودوشه قاعد في أي حتة برجولك عرفنا، واللي يسمع عننا يتمنى يشوفنا. لا بنخاف من حد ولا اتخلق اللي يخوفنا، بنمشي برجولة ولا بنشتكي لحد ظروف. أخباركم إيه؟ النهاردة أول مرة هنطلع فرحة على الطريق بره، عايزين نطلعها على الطريق كده ونشوف رد فعلها. بس طبعاً إحنا مجهزين أمها كمان علشان تتعلق بأمها في المشي، يعني تشوف أمها هي ماشية تبدأ تمشي معاها، ما تحسش بالوحدة أو بحاجة غريبة كده أو بهرجة على الطريق أو عربية أو توك توك أو حاجة زي كده. وطبعا ترتبك، ممكن تنزل في ترعة، ممكن تخبط في عربية، حاجة زي كده. فاحنا مجهزين فرحة اهي، وادي أمها اهي، وهنبدأ دلوقتي أنا ويوسف نطلع، ومجهزين محمد طبعا بالعربية عشان نصور واحنا على الطريق. ودوشة قاعد فوق العربية فوق هناك اهو، تمام، علشان هنصور واحنا على الطريق. جاهزين؟ يلا طبعا دوشة هيمسك الكاميرا عشان هيصور من فوق، وهنبدا دلوقتي نمشي على الطريق كده ونشوف رد فعل فرحه لما يكون عندك مهره اول مره تتركب وتمشي بيها. احنا مجهزينها، وكنا طبعا الحلقه اللي فاتت كنا بنمشيها هنا وما طلعناش بره على السكه. عايزين بقى نطلع النهارده على السكه كده ونشوف يا ترى هتعمل معانا ايه.
طير من واسع محمد. طير من واسع. طير من واسع. ترجع تاني؟ اه طير. طير من هنا حتى. اعمل ستوب يا دوش. الله عم محمود دوم ورانا يا جماعة. خلينا معاك على الكاميرا يا دوشة. ايوه يا دوشة. مخرج يا ولاد. مخرج يا ولاد. والله طبعا يا جماعه الحمد لله كان كل خوفي كله في الموتوسيكلات او التروسيكلا او التوك توك او العربيه اللي المفرحه جاب لهم، لان دي حاجه غريبه بالنسبه لها، بس ربنا ستر والحمد لله وكانت ماشيه جميل جدا. دي اول مره نمشي بيها دلوقتي على الطريق، كانت بصراحه مشهد رهيب بجد بجد بجد. يعني انا انبسطت جدا منها بصراحه، وتستحق على كده شويه سكر حلوين. المهم مسا عليكم، والمره الجايه هنصورها بقى في اي حته برجولك عرفنا، واللي يسمع عننا يتمنى يشوفنا. لا بنخاف من حد ولا اتخلق اللي يخوفنا، بنمشي برجوله ولا بنشتكي لحد ظروفنا.